رجعي حولي أمل أريد خير ما أنا خبر حلول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. حلقة جديدة وبرنامج صباح حواء. زي ما انتم عارفين مشاهدينا الكرام ان احنا دايما بنبتدي بمجموعة من الأخبار الخفيفة، وبعد كده بننتقل إلى الفقرة الرياضية ثم الفقرة الدينية مع الشيخ أحمد صبري، واللي هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله عن المرأة البخيلة، البخيلة بكل شيء، البخيلة بمالها والبخيلة بعواطفها ولا البخيلة بحنانها على زوجها وعلى أولادها. بننتقل بعد الفقرة الدينية إلى فقرة الأستاذة أسماء بدوي مفسرة الأحلام والرؤى، وبعد كده بننتقل إلى الفقرة الطبية اللي هنلتقي فيها إن شاء الله مع ضيفنا الكريم الدكتور إبراهيم محمد سلام أخصائي الجراحة العامة وجراحة التجميل، وموضوع النهاردة عن السمنة وعلاقتها بصحة الإنسان. هنبتدي أخبارنا مشاهدينا الكرام، النهاردة مش هنطول في الأخبار عليكم، إحنا جايبين ثلاث أخبار يعني مختصرين، وواحد منهم هنفرد له شيء من الكلام مع حضراتكم بإذن الله. امبارح معظم سكان المعادي ومنطقة يعني الزهراء وحدائق حلوان وما إلى ذلك سمعوا صوت انفجارات، ظنوا أنها انفجارات زي ما بنسميها البعض انفجارات إرهابية، ولكن الحقيقة القوات المسلحة صارعت وقالت أن القوات المسلحة قامت بتفجير عدد من العقارات المخالفة في منطقة المعادي بالقرب من مقر المحكمة الدستورية العليا، ذلك باستخدام الديناميت. أول مرة يستخدم في مصر تفجير شيء، الكلام ده كان أيام السد العالي فقط. النهاردة القوات المسلحة لجأت إلى التفجير بالديناميت، وذلك بسبب كثرة البناء غير المرخص، حيث شاركت عناصر من الإدارة الهندسية في إزالة العقارات المخالفة بالمنطقة. احنا عارفين القاهرة بعد 25 يناير انتشر فيها كتير جدا، مش القاهرة بس الحقيقة كل المحافظات انتشرت فيها عديد من البنى بدون ترخيص، وده أدى الحقيقة يعني مش هنقول لتشويه ولكن ضغط كبير جدا على المرافق وما إلى ذلك. يعني نتمنى أن يتم التعامل مع هذه مع هذا الملف ليس بالطريقة المباركية، طريقة فترة حسني مبارك اللي كان بيتم فيها فقط تشذيب وتنظيم وتنظيف الأحياء الراقية، ولكن ينتقل هذا الأمر إلى كل النواحي. الأمر الآخر مشاهدينا الكرام اللي هنتكلم فيه النهاردة هو مسألة الرياضة. الخبر الرياضي بيقول وصلت فرق المجموعة الأولى للدوري المصري الممتاز تقديم الهدايا للنادي الأهلي عندما نجح فريق الرجاء في تحقيق نتيجة التعادل 2-2 مع المقاولين العرب، وتسبب تعادل المقاولون في رفع رصيد الفريق إلى 21 نقطة وإضاعة نقطتين في صراع المركز الثاني مع النادي الأهلي صاحب 19 نقطة ومتبقي له مباراتين، بينما ابتعد ذئاب الجبل بخمس نقاط عن سموحة المتصدر، أما الرجاء فوصل العشر نقاط في المركز التاسع. ده كان الخبر الرياضي وده كان الخبر المحلي. هننتقل الحقيقة الخبر يعني إذا جاز التعبير هنقول ده ترمومتر للفترة اللي احنا فيها، سواء الفترة الثقافية أو الحضارية، لأن احنا للأسف الشديد معظم دول العالم الإسلامي الآن، وده اللي احنا الحقيقة يعني كأننا يعني مخدرين مش دارينين بيه، معظم العالم الإسلامي والعالم العربي في يعني أدنى مستويات منحنى الحضارة. يعني بعد ما الأجيال دي هتمر يجي بعدين أجيال تانية، ربنا يستر هذه الأجيال لا تلعن هذه الفترة التي نحن فيها كما لعن الفترات التي يعني اعتدى فيها كل غاصب إلى هذه الأرض العربية الإسلامية. إحنا في منحنى خطير جدا، إحنا في قاع المنحنى الحضاري للأمة الإسلامية الآن، وإن لم ننجو من هذه الكارثة يعني الأجيال اللي بعدين إن شاء الله مش هتترحم علينا ولكن هتلعننا. هذا الخبر مشاهدينا الكرام كان في جريدة المصري اليوم. نحن نعلم أن جريدة المصري اليوم هي جريدة لسان حال رجل الأعمال نجيب ساويرس، لذلك مشاهدينا الكرام دايما بنحب ننوه وبنقول، لأن بعض الناس الحقيقة ما بتكلم معاه يقول لي أصل الجورنال قال، أصل الجريدة قالت، أنا قريت ده في الجورنال وقالوا ده في التلفزيون. ناهيك أو بغض النظر عن أي قناة اللي قالت أو أي جريدة اللي اتكلمت، عايزين نقول دايما أن كان عندنا يعني عادة زمان لما حد يجي بخبر غريب شوية كان يسأل يقول له مين اللي قال لك الكلام ده، فكلمة مين اللي قال لك الكلام ده هتوحي بان انا اصدق الكلام ده او اكذبه. فعايزين كل واحد يقرا الجورنال يعرف الجورنال ده بتاع مين وبيتكلم باسم مين. اي حد يتفرج على قناه فضائيه يحاول يعرف مين صاحب هذه القناه ومين الشركه اللي وراها عشان يقدر يقيم هذا الخبر اذا كان صادق ولا مغرض ولا بيدور في فلك يعني عمليه تذهب بالوطن الى درج الرياح زي ما بيقولوا. الخبر النهارده اللي كان من جريده المصري اليوم الحقيقه وتحملوني فيه شويه مشاهدينا الكرام، ولكن هو وصف للحاله اللي احنا فيها. بتقول جريده المصري اليوم النهارده مشاهدينا الكرام، ممارسة مهنة دون ترخيص والإخلال ببنود التعاقد مع أحد الفنادق تهمتان تلاحق الفنانة الاستعراضية الأرمينية صافي ناز. طبقا للنيابة العامة المصري الجديدة، نيابة مصر الجديدة بتحقق مع الرقاصة اللي اسمها صافي ناز الأرمينية بتهمة ممارسة مهنة بدون ترخيص
والإخلال ببنود التعاقد مع أحد الفنادق، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بوضع الراقصات في مصر من حيث أجورهن وملابسهن، إذا كان في ملابس يعني، وحفلاتهن. باختصار، كيفية إيجاد كيان يتولى تنظيم أمور الراقصات، وهذا الكيان طبعا هو النقابة. فكرة إنشاء نقابة للراقصات في مصر ليست وليدة صدفة القبض على الراقصة صافي ناز، بل يعود تاريخها لمنتصف القرن الماضي، يعني حقبة الخمسينات والستينات، وتنكشف ملامحها على صفحة مجلة روزا اليوسف. احنا عارفين ان مجلة روزا اليوسف بتهاجم كل شيء يعني مرتبط بالسماء، سواء كان مسيحي يهودي اسلامي. مجلة روزا اليوسف من ساعة ما نشأت وهي منهجها محاربة كل ما هو يعني كأنها مجلة ملحدة. فهذا وتنكشف ملامح صفحات مجلة روزا اليوسف تكشف يعني هذا الخبر، فتقول عند واحدة من سيدتي عفوا تدعى بدوية، او كما يعرفها الجمهور بتحية كاريوكا. تحية كاريوكا اسمها الاصلي كان بدوية، وهذه المرأة اللي هي تحية كاريوكا يعني دعت الى انشاء معاهد لتعليم مهنة الرقص الشرقي لتلتحق بها مالكة الموهبة الناقصة الخبرة والتدريب، كي تؤدي حركاته على ايقاع الموسيقى دون نشاز، الى جانب انشاء نقابة تنظم قواعد عمل تلك المهنة. طيب، دعوة تحية كاريوكا سبقتها محاولات رسمية من الدولة، الا وهي دولة عبد الناصر في هذا الوقت. دعوة كاريوكا سبقتها محاولات رسمية من الدولة لتقنين اوضاع الرقص الشرقي لرعاية شؤون صاحباته. عام 1957 حين احصت مصلحة الفنون، مش مصلحة السجون، مصلحة الفنون، احصت عام 1957 عدد الراقصات في مصر، فوجدوا أنهن 5000 رقاصة. وتحكي مجلة روزا اليوسف أن هدف مصلحة الفنون من خلال تلك الدراسة الإحصائية كان تنظيم مهنة الرقص الشرقي القائم على هز الخصر اللي هو هز الوسط يعني، والأرداف والصدر أثناء ارتداء الراقصة أقل ما يمكن من الملابس. وقتها مشاهدين الكرام، ساعة مصلحة الفنون لضبط إيقاع الراقصات بمشروع النقابة، لم يعرف أحد ملامح تفاصيله إلا أنه لم يرى النور، يعني كان في ناس بتدعي أنها تخرج مشروع النقابة ده للنور ولكنه لم يرى النور. لنبدأ عام 1965 محاولات من الرقابة على المصنفات الفنية لتقنين أوضاعهن من خلال دراسة اقترحت محاولة إنشاء نقابة للعاملين في هذا الفن واستبعاد كل العناصر التي تسيء لمهنة الرقص الشرقي. يعني انا عايز اعرف العناصر اللي بتسيء لمهنة الرقص الشرقي، مثلا يعني ما بتقلعش كويس، ولا بتكون مثلا محجبه، ولا بتكون ايه عشان تسيء لمهنة يعني خلع الملابس. وكسابقتها لم ترى الدراسه النور، وحبست في الادراج في وقت كان المصريين يتابعون نجمات الرقص الشرقي الذين استمدوا فرضا هذا الفن من الفراعنه الذين كانوا يقدسون طقوسه. هم بيقولوا ان الفراعنه كانوا يقدسون طقوس الرقص. وكسابقتها لم ترى الدراسه النور، وحبست في الأدراك كما قلنا في وقت كان المصريين يتابعون نجمات الرقص الشرقي الذين استمدوا هذا الفن من الفراعنة الذين كانوا يقدسون طقوس الرقص. لكن القدسية الفرعونية للرقص الشرقي ضاعت كما يرى عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في معرض تعليقهم على هذا النبأ ببدء التحقيق مع الراقصة صافي ناز، حيث تركز الراقصات في نظرهن على هز ما تيسر لهن من أجسادهن دون ضوابط على شاشات قنوات للرقص، للأسف الشديد على النايل سات التي تستقبلها البيوت دون قيود. يا قنوات مش مشفرة، أي حد ممكن يفتح ويتفرج، واحنا دلوقتي عارفين طبعا كم هذه البلاوي الحقيقة اللي يعني بتنهال على البيوت. بينما كانت قواعد الرقص في الستينات من القرن الماضي محكومة بواسطة شرطة الآداب، كان في شرطة اسمها شرطة الآداب، مش عشان تقبض على حد ولكن عشان تقنن، يعني معاهم جدول كده ايه اللي الرقصة تعمله وايه اللي ما تعملوش، التي تحتفظ بملف خاص لكل راقصة. طيب، الدولة وقتها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عملت ايضا من خلال ادارة التفتيش الفني بالرقابة على المصنفات الفنية على وضع قواعد خاصة بالراقصات تتلخص في انه لا يجوز الشروط بقى اللي ممكن الرقصة تعملها ومحدش يكلمها من شرطة الاداب. لا يجوز الرقص بالاوضاع التاليه: الاستلقاء على الظهر، ما ينفعش الرقصه تنام وهي يعني ترقص وينام على ظهرها، الاستلقاء على الظهر، او النوم على الارض على وجه مبتزل بغرض الاثاره واداء حركات الرعشه بطريقه تستهدف الاثاره، ولا يجوز فتح الساقين، ما ينفعش عفوا انها تفتح رجليها وترقص، الى نهايتهما على الارض واداء حركات اهتزازيه اعلى واسفل.
ورغم تلك الأوامر والنواهي آنذاك يوضح صالح صالح مدير التفتيش الفني في روزا اليوسف أن هناك راقصات ضربنا بهذه الأمور عرض الحائط، فمثلا أدت عواطف محمد عجبي الشهيرة بنجوى وفؤاد رقصة دون ترخيص من الإدارة العامة للرقابة الفنية، حيث ارتدت بدلة رقص تكشف عن معظم جسدها من الظهر والصدر والفخذين بطريقة مخلة للأداء. وتحرر مقدر بالوقائع لترن النيابة العامة التحقيق دون ذكر تفاصيل ما تم بعد ذلك، لأن غالبا مش هيحصل لها حاجة يعني. ففي احد بقى النقاد اللي اسمه طارق شناب بيقول ليه ندفن راسنا في الرمل، يتحدث من خلاله مع المصري اليوم ليقول السبب في عدم انشاء نقابه الراقصات، ويضيف اذا كان فيه مهنه اسمها راقصه فالاحسن ان تكون لها نقابه تكون تحت عين الدوله زي ما في نقابه للحلاقين والبوابين، ليه ما يبقاش في كمان نقابه للراقصات، مفسرا واقعه القبض على الراقصه صافي ناز في رايه الى محاولات للضرب تحت الحزام من البعض ضدها لنجاحها الرقمي غير المسبوق. يعني مصر مش مكتفيه بالرقصات اللي عندها، كمان رقصات ارمينيا وبعض الدول، وطبعا عارفين الروس بعت لنا عدد كبير جدا وهم طبعا شقروات ويعجبوا المصريين، يعني بعض المصريين عفوا، فبيتدربوا على الرقص الشرقي عشان تبقى الامور تزداد يعني ايه. طيب يرى ايضا، انا بفضل سطرين بس لو تكرمت استاذنا المخرج، يرى البعض ايضا ان سبب عدم انشاء نقابه الرقصات يعود الى ان اغلبهن داخلات على المهنه، يعني ما هماش اولاد المهنه نفسها، لانه لم تحقق الرقاصه نوع من النعجوميه تتجه اللي ما بتقدرش تنجح في الرقص بتتجه للتمثيل، ما يعني عدم الاهتمام لديهن ببعض التنظيم، يعني ما بيحاولوش يجيدوا الرقص لان هي واخده الرقص سلم للتمثيل. ده الوضع لما تيجي جريده ضخمه معظم المصريين دلوقتي بيقروها وتفرد لي يعني ملف كامل عن الرقص الشرقي وايه اللي ينفع فيه وايه اللي ما ينفعش، في فتره ابناء الوطن بيقتلوا من جميع الجهات، مش هنقول من طرف معين او من فصيل معين، ولكن حاكم ومحكوم بيتقتل، الشباب بيتقتلوا في الشوارع، الضباط بيتقتلوا سواء جيش او شرطه او ابناء الشعب المختلفين معاهم سياسيا. لما اجي كل الهيصه دي كلها والفت نظر لملف هام جدا الا وهو ازاي الرقصه ترقص وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، فده بيبقى مؤشر ونقطه على المنحنى بتشير ان المنحنى وصل الى القاع. هذه الجريده جريده مصر اليوم، لما انا الاقي ملف في جريده بالمنظر ده لك ان تتخيل بقيه الاخبار هيكون شكلها ازاي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعاود مع الفتره الرياضيه وبعدها الفقره الدينيه مع الشيخ احمد صبري. صباح الدنيا فرحانة بلا عقودات، صباح حواء مشاكلك كلها تتحل ماضي وفات، رجعي هول الأمل قولي له هات معانا خبرة حلو يا فرحانة بلا عقودات، صباح حواء مشاكلك كلها تتحل ماضي وفات، رجعي هول الأمل قولي له هات معانا خبرة حلو. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام، دي الفقره الدينيه. هنلتقي فيها يا مشاهدينا الكرام او معانا او منوره في الاستوديو الشيخ احمد صبري، خطيب وامام مسجد الحصر المدينه السادس من اكتوبر. يا اهلا وسهلا فضيله الشيخ. اهلا بيك استاذ. اهلا بيك. طيب مشاهدينا الكرام، الحقيقه كان فاتني ان انا اقول لكم ان فقره تفسير الاحلام والرؤى النهارده مش الاستاذه اسماء بدوي ولكن الدكتور اكمل فؤاد، ان شاء الله هيشرفنا وتتواصلوا معاه عبر الارقام الموضحه قدامكم على الهاتف. الحقيقه ارقامنا طبعا ثابته زي ما انتم عارفين مشاهدينا الكرام، 1764 او 09712 و 09305، حاولوا تتواصلوا معانا ان شاء الله. احنا فضلنا يوم السبت والاسبوع الكامل اللي فات كنا يعني شغالين الحقيقه نقد على المراه، ده كان مقصود وكان معد ليه في الاعداد مسبقا، ان احنا هنبتدي هجوم شويه على المراه ولكن بنبتغي لها الكمال الحقيقه، ومن ثم هنامن ان المراه بقت كويسه جدا، هننتقل على صاحبنا بقى الا وهو ايه الرجل، وهنبتدي بقى نفند كل عيوب، ما فيش حد خالي من العيوب، وقد تكون عيوب الرجل اكثر من عيوب المراه، ولكن هنا حبينا نامن وناخد خط كده ان الست زي الفل وماشيه كويس والملف بتاعها سليم، نبتدي صاحبنا بقى ونشوف ايه المشاكل اللي عنده. النهارده مشاهدينا الكرام مش هننقد المراه، هنخلي النقد لحلقه بكره باذن الله. هنتكلم النهارده عن السعاده. السعاده هل هي سعاده زوجيه ولا سعاده الاسره بالكامل اولاد واب وام؟ لان احيانا ساعات العلاقه بين الرجل ومراته تبقى كويسه ولكن متوترين هما الاثنين عاملين اتحاد على اولادهم في حاله من التنافر. احنا بنتكلم عن السعاده العامه في الاسره. اول سؤال يا شيخ احمد يعني بيطرح نفسه، يعني هل السعاده نسبيه
ولا مرتبطة بشيء معين لازم يكون عندي سيارة وفيلا ومش عارف إيه، ولا ممكن تكون يعني حتة صميت زي ما بيقولوا شوية دقة، ولكن في حاجة من نوع من الانسجام بين الزوجين بيخلي الجو كله جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. على طول كده أجدادنا ما كانش عندهم الوسائل الحديثة اللي عندنا، وما كانش عندهم سبل التقدم العلمي والتكنولوجي اللي موجود عندنا، وكانوا سعداء مع بعض. فالسعادة نسبية، يعني مش لازم يكون عندي شقة أو عربية خالص إطلاقا. ممكن أكون بسيط جدا، ممكن يكون الزوج والزوجة بيفطروا فول وطعمية ومع ذلك بيكونوا سعداء جدا. مش شرط يكون عندهم فيلا، ومش شرط، ممكن تكون شقة صغيرة جدا لكن مبنية كلها حب وفرح وسعادة وسرور. السعادة بينهم موجودة، والفرح بينهم موجود، والحب والعاطفة الجياشة بينهم هما الاثنين موجودة وعايشينها وبيصدروها للي حواليهم، سواء كانوا أولاد أو الناس اللي حواليهم. يعني مش عندهم بس بيصدروا كمان مساعدة عندهم. بالتأكيد بالتأكيد، لأنه الفرح يعني أنا لما أطلع كده مكشر كده على الصبح وأنت بتطلع متنشن كده، فلازم هنصدر التكشير ده بالتأكيد. وحتى احنا على الشاشة دلوقتي وإحنا لسه كده بنصطبح على الصبح، فبنصدر الـ السعادة للناس، أو بنصدر الكآبة والاكتئاب والحزن للآخرين. فالزوج والزوجة لو هما الاثنين سعداء وبيحبوا بعض ومبسوطين مع بعض، بالتأكيد الأولاد يكونوا مرتاحين نفسيا. المجتمع اللي حواليهم هيكون مبسوط ومرتاح نفسيا من خلال راحة الزوج والزوجة نفسيا. طب يا أشيخ أحمد، يعني السعادة في المجتمع كله عامة، انت عارف دلوقتي طبعا الأوضاع السياسية مخلية الناس في حالة شد وجذب ونوع من يعني بتبقى الناس كده وجوهها مكفهرة، وما ينطلقش حديث في أي وسيلة مواصلات أو في مكان عام إلا ما تلاقي يعني فعل ورد فعل، سؤال في اتجاه والسؤال في اتجاه تاني. نقطة البداية للسعادة هل بتيجي من هنقول مثلا من السياسيين، من البيئة، من الاقتصاد، ولا يعني اللي بيقولوا عليها السبارك أو يعني نقطة الإشعال زي ما بيقولوا كده في حالة من السيارات، هي الرجل والمرأة في البيت؟ يعني أنهي نقطة البداية فيهم، من بره ولا من جوه؟ ال- 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 الزوجة. الزوجة برضو أنت هتودينا في توكر الزوجة؟ لا 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 والله. هو بص أنا هقول لك على حاجة، أنا عايزين خطة ضغط على الزوجة شوية. لا لا يعني مش الرجل والمرأة، يعني لا 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 يعني بص أنا هقول لك على حاجة، الزوجة دي هي القائد، القائد فعلا اللي يستطيع ان هو يمشي بالسفينة في مكان آمن من غير اي مشاكل ومن غير اي عقبات ومن غير اي اصطدام باي جبال موجودة. يعني نقطة البداية مش طرفين، طرف واحد اللي هو المرأة الزوجة الاول. وده لا يقلل ابدا من 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 حبنا للمرأة او من تقديرنا، بالعكس ده احنا بنقول لك انت كده انت عندك قدره على التحكم، انت اللي في ايدك، انت اللي في ايدك ميزان الحب في الاسره، رمانة الميزان زي ما بيقولوا، انت اللي في ايدك الميزان العاطفه الجياشه في الاسره. ولذلك انت هتلاقي، بص انا هقول لك على حاجه، بتلاقي ممكن مثلا تلاقي ست زعلانه جدا من زوجها فكانت بتشتكي لواحده صاحبتها، ده مثل بغض النظر عن كون هو حصل او ما حصلش لكن المغزى بتاعه حلو قوي. كانت بتروح تشتكي دايما زوجها انها زعلانه جدا منه ومتضايقه ومش عارفه تتعامل معاه ومش عارفه تروضه ومش عارفه تكون سعيده معاه، فراحت اشتكت لجارتها. فجارتها والله قالت لها والله ممكن تروحي للحكيم الفلاني دهوت، الراجل ده حكيم وراجل عاقل، ممكن تعرضي عليه مشكلتك وهيساعدك في حل المشكله بتاعتك. فهي راحت عرض المشكله بتاعتها على هذا الرجل الحكيم، وقلت له انا في مشاكل بيني وبين زوجي 1 2 3 4، وبدات ايه تصب وابل من المشاكل بينها وبين زوجها. فالحكيم ده رد عليها وقال لها انا عندي استعداد ان انا اساعدك في حل مشكلتك مع زوجك بس بشرط واحد. قلت له اتفضل الشروط. قال لها انا عايز 3 شعرات من ظهر اسد. ثلاث شعرات من ظهر اسد. ثلاث شعرات من ظهر اسد. فطب انا اجيبها ازاي؟ قال لها السعاده بتاعتك مربونه ومرتبطه بالثلاث شعرات اللي انت هتجيبهم لي من 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 من, من اي اسد. فخرجت من عند الحكيم ده وهي كلها حماس وكلها اصرار، هي لازم تجيب 3 شعرات من الاسد علشان خاطر الحكيم ده يساعدها في ايجاد حل ووجود السعاده والحب بينها وبين زوجها. وبدأت تفكر فين الأسد، الأسد موجود في الغابة، طب أنا أروح إزاي، طب الأسد ده هيفترس أي حاجة. فبدأت تفكر أنها هتروح للأسد وهتاخد له أي حاجة يأكلها معاه، وبدأت تروح يوميا تحط للأسد الأكل، فبدأ الأسد يألف منظرها، فبدأ يقرب منها وتقرب منه، ويحدث أنه هي بدأ يكون مستأنس، يتنازل عن شرسته، بدأ يكون مستأنس. فبدأت لقت نفسها فجأة بعد أيام، بعد ما بدأت ترميله اللحم اللي بيأكله، بدأ يقرب منها، فبدأت تحط إيده على ظهره، بدأت تركب عليه،
وبعدين قامت اخذت ثلاث شعرات ورجعت وهي فرحانه للحكيم وقلت اتفضل ادي الطلب بتاعك، ادي ثلاث شعرات انا جبته. قال لها يا سبحان الله، استطعت ان تروضي الاسد ولا تستطيعين ان تروضي زوجك؟ وده بشر يعني لو حطت في دماغها حاجه هتعمل. هو ده الكلام بقى. هو ده الكلام بقى. انا واثق ان هعمل. انا بقول لك النهارده حطي جواكي كده ان انا لازم اكسب بالراجل ده. لازم افرح بالراجل ده. ليه الراجل بيكره زوجته؟ ليه ما فيش حب بينهم وبين بعض؟ ليه في الخرس الزوجي؟ ليه في، بص انا هقول لك على حاجه، خد المعلومه دي بقى. الانسه معناها ايه؟ احنا لما بنيجي نقول كلمه انسه اللي بيتبادر الى الذهن اللي هي غير الايه؟ متزوجه. طب ما سميناهاش اي اسم تاني ليه؟ ليه سميناها انسه؟ هل من الانس مثلا؟ الله هو ده الانس. لان الانسه بتكلم اي حد فبيكون في انس في الحوار. انا عايزك زي الانسه. يكون في انس في الحوار. الكلمه دي بيعتريها شيء من شفتك من الغموض والمفهوم الخاطئ خالص. وبعض الناس يزعل ايه ده انسه وما اعرفش ايه. بالعكس ده كلمه من الانس. ده احنا حتى لما بنيجي نتكلم مع بعض نقول ايه انت انستنا النهارده. أيوه يعني ايه انستنا؟ يعني انت حوارك حلو، انسجام النفسي والراحه، كلامك حلو. نعم. وكلامك جميل. وفي انس بيني وبينك. انا عايزك معاه زي الانسه كده. هو ده اللي احنا عايزينه. طب نجيب السعاده دي ازاي بين الاثنين، بين الطرفين؟ الاول كده علشان ما نضحكش على بعض لازم تكون نيتك لله. اول حاجه النهارده يعني امسك ورقه وقلم كده، حط ايه، حط النقاط دي كده وقولي انا نيتي لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيعلم سيدنا النبي بيقول له ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الدنيا كلها 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 كلها. يبقى انت الفرح اللي بينك وبين زوجك، الابتسامه، الانس اللي بينك وبين زوجك، السعاده اللي بينك، الحب اللي بينك وبين زوجك، ده ليه؟ ده خلي نيتك كده لله سبحانه وتعالى. شيل من قلبك اي حاجه وخلي اللي في قلبك، خلي اللي في نيتك مين؟ الله سبحانه وتعالى. لان لو انت فعلا صلحت نيتك وخليتي قلبك مليان بالله سبحانه وتعالى، كل حاجه بعد كده هتتصلح. هو اللي هيصلح لك كل حاجه سبحانه وتعالى، مش انت. لانه احنا مش هنعرف نصلح حاجه بعقولنا ولا لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيصلح لنا الحاجات دي كلها. فيبقى نيتك كده الاول لمين؟ لله. لله سبحانه وتعالى. زي ما قلت ان ربنا بيقول لسيدنا النبي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تاني حاجه، خلي الصباح صباح سعاده. صباح حواء صباح سعاده. صباح سعاده. بص هقول لك على حاجه. واحد صحي من النوم فزوجته صحيت، البوز شبرين. البوز ولا البوز؟ البوز. البوز. البوز شبرين. يا ريت يبقى البوز شبرين. البوز شبرين. مبوزه جدا، متنشنه. حتى لو كان في اخبار مش حلوه فهي مبوزه جدا ومتنشنه قدامه ووشها كده. واحنا بنغلط في حاجه ساعات. بنيجي نعلم اولادنا ان هم يعبروا عن اللي جواهم بوشهم. لما يكون مش كويس. انما ساعات بيكون كويس. انما ساعات يكون كويس وما يعبروش بوجههم. لا ده انا عايزك لو هل احنا طبعتنا العربيه كده يعني لازم نغير بقى الحاجات يعني دي. هل احنا يعني زي الشديد كده بتوع حزن؟ فلو دي صبحت زوجها الصبح بابتسامه، والله العظيم لو ما هناكل. بس لو وشك مفرود ومبتسم لازم اليوم يكون ايه؟ السعاده ليها طاقه. بالضبط. ممكن تغني كمان عن الطعام. لذلك الناس بتفرح بشهر رمضان وبتتحمل. هتخليه مش يفحر في السهل، هيفحر في الصخر. ينزل بقى هو كله، ينزل هو كله مشحون كويس. والحب هيكون عالي جدا بينك وبينه. لكن لو انت متنشنه، لو انت مكشره في وشه، هو لو هو اغنى واحد هيضايق جدا منك. وهيكون في جفاف للمشاعر بينك وبينه. وهيكون في تدخل لابليس في الوقت ده، وفي نفس الوقت ابليس بيتدخل وبيجيب له حاجه في السكه. الناس اللي كانوا بيقولوا لي في بعض الرسائل جاتني كده، ايه يا عم الشيخ انت بتدعو الى الزواج الثاني وبتاع، وهو ناجح في الزواج الاول لما بتكلف في الزواج الثاني. لا المساله، والله المساله ما هي كده خالص. خالص ابدا. بص المساله قدامي انا ان انا ببتغي رضا الله سبحانه وتعالى. احنا بنشرح حاجه ترضي ربنا. الامكانيه موجوده في الاسلام. بالضبط. بالتاكيد. لكن ابدا احنا ما بنشجعش على، ده انا بقول لك انجح باللي انت معاه وخش بيها الجنه. انجح وكون سعيد. ده انا بقول لك كوني اسعد امراه في العالم كله. كوني اسعد واحده وكوني احن واحده واحب واحده لزوجك وهو كمان يكون معاكي كده.
طب مشاهداتنا الكرام اللي عنده اعتراض على الشيخ احمد يتصل. لغايه دلوقتي مش شايف اعتراض على الشيخ احمد، يمكن بحكم ان انا راجل مثلا معاه في الحلقه. اي سيده او انسه تجد ان الكلام بتاع الشيخ احمد في ممكن يترد عليه، حضرتك تتصل علينا 1764 او 09712. شيخ احمد ساعات الست بتقول لك والله انا من حبي، هو بيفهمني غلط، انا من حبي ليه بحاول اكلمه زي ما الشيخ احمد قال، فلذلك كل الاخبار اللي عندي بروح قايلها له. الولد عمل كذا في المدرسه والمش عارف ايه، جابوا لنا الايصال بتاع كذا، مطلوب ايصال النور ومش عارف، وراح قايل لي كل الاخبار. انا بحبه عايز اقول الاخبار. في ستات، في ستات بتتحين كده وابل من الاخبار، هوب بتروح صدم الراجل بقى اول ما يدخل. ده من الاسباب بتاع جفاف المشاعر. انا داخل من بره مليان محمل باعباء الخارج ومشحون باعباء الخارج، فيه عقبات في شغلي، في عقبات لانه الراجل هو اللي بيبقى مسؤول بالدرجه المشهور بقى لنا والطبيعي بالنسبه لنا، هو المسؤول، هو المسؤول عن توفير المام، عن لقمه العيش، عن الفلوس، عن الاكل، عن الشرب، عن اللبس، عن كل حاجه. مش سهل يعني. فلما يطلع بره يشتغل فيلاقي نفسه مشحون بالطاقه السلبيه دي وبيتعب جدا، واول ما يخش البيت تروح مقابلاه بالاخبار دي، لا وابل الاخبار دي. لازم تكون الست عندها فلتر، بفلتر اقول له ايه وما اقولوش ايه. انت فاكر الست انت فاكر الست اللي كان ابنها وما كانش عندها الا الطفل ده، وكان ابنها مريض وزوجها سافر، وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما عرف بالموضوع الراجل الولد ده توفي، فالصحابي الجليل لما رجع الزوجه كانت ناصحه جدا، تزينت له. الكلام ده واقعي يا شيخ. بص انا هقول لك على حاجه. طبعا يعني ده من صحيح السنه. طبعا ده من صحيح السنه. وفي ستات بالقوه دي يعني. بالتاكيد دورك بقى، ده دورك، دورك انت بقى. ولذلك انا عايز اقول لك، ابنها يموت وجوزها هيجي تقعد معاه وتانسه وفي الاخر تقول له على الخبر. هقول لك على حاجه. المجتمع ده بيعمل ايه في الست دلوقتي؟ المجتمعات مش واحد. في مجتمع بيستغل الست عشان تعمل اعلان عن منتج عشان يبيع، هو بيعمل، هو بيمتهنك. هو بيستغل صوتك. هو بيستغل صوتك، بيستغل جمالك، بيستغل جسمك. النهارده المذيعات، البرامج بيعملوا ايه؟ بيستغل جمالك علشان يجيب اكبر نسبه، كان الست اللي بتقعد دي او المذيع اللي بتقعد دي. خد اول رد يا شيخ احمد. استاذه ماجده معانا، اتفضلي. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك. انا بقى متجوزه بقى 20 سنه وبتقل لجوزي قوي. ما شاء الله ما شاء الله. وصل لي وعيالي ان شاء الله كويسين خالص، وعارفين القران ومنهم المعهد. ما شاء الله. بس بقى انت عمال تقول للزوجه، الزوجه بس الزوج شويه. حاضر من عينيا والله. حاضر. على ما كنت تقول للتقلش انا شويه. حاضر. تعرف ربنا شويه فينا. حاضر حاضر. انا اقول لك ان انت بتطلب ان احنا نعمل، هم واجب عليهم يساعدونا ويعاملونا كويس برضه. طب زوج حضرتك يا حاجة ماجدة، ها زوج حضرتك ماشي معاكي بمرض الله زي ما انت ماشي معاه بمرض الله، ولا يعني شوية؟ لا ده الحمد لله كل عارف عني اني ست كويسة. طب هو بقى هو عامل ايه معاكي؟ شكرا ليك يا حاضر. الشيخ احمد هيجاوبك اهو. حاله اهي يعني باين من صوتها حتى الطيبه ان هي بتقول لك متقي الله فيه وربنا يعينك كويس وكل حاجه. لا وهو يا باشا بقى على الصف. لا انت عارف الـ 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 الكلام اللي احنا بنقوله مش معناه ان الرجال خالين من انا هنجيبه، بس اصبر في الحلقات الجايه ان شاء الله. بس والله ربنا شهيد انه برضو انا ما زلت جوايا قناعه، جوايا عندها هي ان 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 انت ربنا سبحانه وتعالى ادالك قدره تقدري تصلحي بيها اي حاجه قدامك. وده مش عيب ابدا، هو ملعبها العواطف اصلا بالضبط. يعني بالضبط. فالمجتمع بيستغل المراه، بيستغل كل حاجه فيها. بيستغل انوثتها عشان يبيع، عشان يعمل منتج ويبيعه. بيستغل حتى سكنات المراه، سكتتها، كلامها، نظراتها. مش ده اللي بيحصل؟ نعم. طب ليه ما بتعمليش كده مع زوجك؟ انا عايز اقول يا شيخ احمد، حتى بتشوف اكيد طبعا تلاقي عربيه مثلا نازله جديد في معرض عربيه جديد، وموقفين واحده عريانه واقفه جنبها. طب ايه علاقه ان واحده واقفه بالمنتج الداخليه بالمنتج ده بالمنتج ده؟ ايه علاقتها بيه؟ بيسوق. شوف هو 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 جعل من المراه سلعه رخيصه جدا لدرجه ان هو عايز يتكسب من وراها بالشكل ده، فهو فاهم ان هو بالصوره دي بيجيب بعض اضعاف النفوس. طب انت ما بتعملش كده مع زوجك؟ اعملي كده يعني. عايزك بهذه الطريقه تفضلي العشاء يا شيخ احمد، بس المنظر ده لا 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 قال الحقيقه رجل حلال، رجل حلال يعني. ما اقصدش لو جت بمشي بالملابس دي وجاب له العشاء. لما يجي القرآن بيقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه ايه؟ مرض. طب القرآن ما حرمش ان تخضع المرأة مع زوجها بالقول. نعم نعم. يبقى هنا في حاجة، في هنا سنس في مسألة، وفي فلسفة في مسألة المعاملة مع الزوج. لما تيجي تتعاملي مع زوجك. خد أم عماد يا شيخ أحمد. أم عماد معانا اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا بشكر الشيخ أحمد على الكلام اللي هو بيقوله. يا رب يبارك لك. وإحنا يعني الزوجة نعم كل اللي بيقوله احنا بنتحمله. جميل. لكن عايز اقول له حاجه بس.
يعني المشاكل مش بعرضها عليه مباشرة ولا يعني أنا بحاول حتى أخبيها خالص. كويس. يعني في حاجة مش أخبيها لدرجة إن هي ممكن تتفخم يعني. لا أنا بحاول أحلها. نعم. بس لما بتوصل له بتبقى كبيرة يعني هو بيكبرها جدا. لدرجة ما تتخيلهاش يعني. لا لازم أعرف ولازم طيب يعني زي ما الشيخ أحمد بيقول اللي بره وحمل وعبء معلش هي الوظيفة اليومين دول ما مش قوي في شغل حر فده كله تعب عليه. يا حاجة محمد إمكانيتي أخدتيه على الراحة شوية عشان دايما بتحلي له المشاكل؟ أه؟ أخدتيه على الراحة شوية؟ لا هي مش راحة. هو يعني إيه مسألة إنه إيه تعبه بره تعبان عليا. نعم. مش مسألة راحة يعني. لا هو يعني الزوج بالذات يعني الواحد يعني عاطيله دلال أكتر من ابني كمان. ما شاء الله ما شاء الله. بس ما زال هو نمرة واحد برضه. طبعًا. نعم. شيء طبعًا. محمد طيب. ممكن أسألك سؤال صغير؟ اتفضل. هو بيحبك؟ الحمد لله. بشكل كبير؟ اه؟ بشكل كبير يعني بيحب. لا هو الكلام ده كان في الأول إنما في الوقت الحالي بعرف يعني كلمة أو حتى لما تعمل حاجة حلوة ممكن الواحد يقدرها لا يعني ماشي كويسة. الظروف بتحكم على كل الرجاله كده دلوقتي. الظروف بتحكم على كل الرجال دلوقتي في الظروف اللي فيها. لا بس مساله الصمت بس هي اللي انا عايزه. حاضر. يعني ايه ازاي نتناقش في ايه نفك الصمت ده نفك جدار الصمت ده ماشي الشيخ احمد هيفتح في الحته دي يعني بس بعيد عن المشاكل. حاضر 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 ماشي يا ام عماد شكرا ليكي. ناخد الاستاذه عبير اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ورحمه الله. اكلم الشيخ احمد. معاك الشيخ احمد اتفضلي. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك ما شاء الله بتتكلم يعني على حقوق الراجل. طب انا كل اصحابي ستات عندهم مشاكل فظيعه جدا يعني زوج يضرب زوجته، زوج ما بيشتغلش سنتين وقاعد في البيت، زوج. شكرا ليك يا ام عبير. يا ابن حد من الرجال قفل الخط يعني. لا 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 هو بس انا عايز اقول حاجه والله العظيم هو في ثناء على حضرتك في المرحله اقول لك لا لا لا, لا. بص احنا مش عايزين ناخد الموضوع هجوم. نعم. ومش هقدر اشرح كل المميزات والعيوب. نعم. في حلقه واحده. واحنا قلنا قبل كده اصبروا علينا شوي هنجيب الراجل اصبروا علينا شوي. انا لما باجي اتكلم عنك انت وبقول لك اعملي 1 2 3 4 انا بعترف وببصم وبشهد ربنا سبحانه وتعالى ان اصلاح الاسره منك انت الاول انت البدايه منك انت في البدايه. في حالات بقى زي مثلا زي عبير ما قالت كده في زوج بيبقى قاعد بقاله سنتين من الشغل، في زوج بيضرب، في زوج ما يعرفش حقوق زوجته اطلاقا. لا لا ده انا معترف ده المشاكل اللي عند الرجال اشد واكبر واخطر من المشاكل اللي عند النساء. نعم. بس انا ما زلت معترف والكلام الاتصالات دي كلها مش هجوم عليا اطلاقا. نعم. ابدا ابدا. نعم. ده الكلام بيثبت ان انا ما زلت مامل ان انت برضه بايدك انك تصلحي برضه. نعم. ومش برمي الكره في ملعبك ابدا. نعم. مش بضحك عليك ربنا شيء. طب وضح لهم نقطه يا شيخ احمد برضه عشان بس الهوم يخف علينا. هل انت حياتك بتقول كده بمعنى ان انت سبب؟ لا ولا انت لا. عشان يعني حجمك كبير في البيت عشان حجمك كبير في البيت عشان حجم الملفات كتير تحت ايدك عشان حجمك كبير في البيت وعشان قيمتك كبيره جدا وعشان الاصلاح هيبدا من عندك انت انا بادئ بيكي. مش عارف ان انت السبب بقى اطلاق. لا هو خالص خالص بل انا معترف ان الرجال دول بيعملوا ما لا يتخيله عقل. نعم. وان بيظلموا النساء بشكل والا كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهو في الرمق الاخير خالص وقبل ان يلحق الرفيق الاعلى ما كانش وصى به. نعم. اللهم اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمراه. نعم. والنساء النساء الصلاه. نعم. يعني شو بتتكلم في ايه يا راجل لحظات يعني لا المساله مش كده خالص. ده انا بعترف بقيمتك وبقدرك وبعقلك وبفكرك وبديك ادوات كتير وبقلبك وبقول لك انت الادوات والاسلحه اللي ربنا مديها لك. يعني شوف ام عماد مثلا. نعم. ام عماد انا سالتها سؤال انا كنت هسالها سؤال تاني بس خجلا على الهواء استحيت اسالها. كنت هقولها اخر مره زوجك قال لك انا بحبك امتى؟ هي ردت عليا من غير لما قالت لي هو لما انا بعمل حاجه كويس. فلما اجي افهم الزوج اقول له ايه؟ اقول له الزوجه بتحب بده بالاذن بده انت بتحب بده بالعقل طبعا. هي بتحب بده. نعم. طب نتوقف عن المفهوم الجميل ده وناخد استاذه ليلى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ احمد؟ اهلا بيك يا اختي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. انا مشكلتي يعني اقولها باختصار. اتفضلي. انا متجوزه بقالي 6 سنين. نعم.
طبعا الثلاث سنين الاولانيين كنت كويسه جدا 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 الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فجيت طبعا بعد ما خلفت ولد جالي تعب يعني ما بيسيبنيش لحد النهارده بقى لي ثلاث سنين ونص تقريبا عندي دوار مستمر. طبعا معامله جوزي اتغيرت معايا خالص بس عشان انا تعبت. بس يعني حتى انا دلوقتي بحاول ادور على علاج وكده يعني حاسه ان هو مش متعاون معايا خالص. يعني ملوش دعوه بفكره ان انا عايزه اخس دي خالص خالص خالص. مع ان انا والله بعامله يعني احسن معامله الحمد لله رب العالمين. طب امور خدمه حضرتك عليه الراجل طبعا بيتطلب بعض خدمات في البيت، حضرتك بتأديها ولا في تقصير فيها؟ اه طبعا انا بحاول ده انا الحاجه اللي بتتعمل عند حد في ساعه انا باخد فيها خمس ساعات افضل اريح واروح واجي واروح اريح واجي. نعم. ومعايا طفل طبعا يعني ما حدش متعاون معايا في تربيته. نعم. انا مش قادره انزله واديله حضانته حاجات كده كتير قوي. فيا ريت حضرتك تقول كلمه للزوج اللي مراته تعبانه. حاضر ربنا يعفو عنك ويعني يمتعك بالصحه والعافيه يا استاذه ليلى. طيب حضرتك قلت لي ام عماد حضرتك سالتها اخر مره هو قال لك انا بحبك. اه وحضرتك قلت لي الست بتفهم بالاذن وراك بتفهم بالعقل. بتسمع اه بتسمع يعني بتحب بدايه ما تحب بالاذن بتحب بالاذن بتحب. نعم. تسمع. والشريعه الزمت الرجل ان هو يمطر زوجته بوابل من حدد بسرعه الالفاظ من الالفاظ بوابل من الالفاظ. نعم. الطيبه. نعم. لانه من حقها يا اخي انها تسمع منك كلمه بحب ولا بشكل مباشر يا شيخ احمد والا يعني في رجال بتخجل يقول بحبك انما كل يعني اسلوبه. نعم. وتعبيراته بيبقى معناها كده يعني تخجل ان انت تقول لمراتك حلالك كان لو يعني شايف دي تفعل مع الرجوله مثلا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن ستنا خديجه يقول بصراحه شديده جدا اني رزقت حبها. ايه ده قدام الناس كده يا سيدنا النبي وانت بينزل عليك الوحي وبعدين يجي سيدنا عمرو بن عمرو ولا سيدنا عمرو بن العاص انت بتحب مين؟ فالسؤال ما هو في قلب سيدنا عمرو بن العاص ان هو بيساله بتحب مين يعني بتحب مين من الصحابه يعني من الاصدقاء عايز يقول له عمرو واصحابك. نعم. فقال له انا احب عائشه. يا نهار ابيض. قال له لا ما اقصدش من زوجاتك انا اقصد من الرجال. قال له ابيها ابوها. نعم. انا بحب ابوها. لا وشوف يا شيخ بيقولوا قدام واحد مثلا فتخيل لم يخجل ان يصرح ابدا بحبه لزوجته قدام الـ 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 الصحابه وهم من هم. يعني عمرو بن العاص ده مش واحد عادي ده بتتكلم فاتح مصر قائد عظيم جدا الكاريزما بتاعته كاريزما قائد فانت بتكلمش واحد يعني عادي معتاد في الوسط لا بتتكلم قسوه وتتكلم انت بتتكلم عقليه قائد عسكري واحد عادي بتتكلم عقليه واحد عسكري واحد له مالوش مجال العواطف خالص لا وكمان واحد تفكيره ايه يعني تفكيره راقي جدا وعالي جدا. نعم. فبيقوم سيدنا النبي يكلمه بالطريقه دي ويقول له انا بحب فلانه اللي هي مراتي وبعدين لما يجي يقول له تبس من الرجال قال له ابوها ينسى ابو بكر لمراته اللي بنته اللي هي مرات سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لام الام ستنا عائشه رضي الله عنها. شوف ايه الجمال حماية يعني. فالمساله دي لازم نخلي بالك السؤال بتاع الاخت الكريمه دي الاخت اللي اتصلت واللي هي اصيبت بمرض يعني شوف من 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 الحاجات اللي بتوجع ان انا فعلا يعني ابقى بشتغل في طريق وتيجي مثلا تترمي قدامنا دي قنبله. يا اخي اتقي الله سبحانه وتعالى في الزوج اللي ربنا مرض ملهاش يد فيه وبعدين بالتاكيد يعني يا اخي سبحان الله العظيم ثلاث سنين كانت بتخدمك فتره صغيره لكن المرض ده مش بتاعي ولا بتاعك ولا بتاع اي حد. يا اخي يجب يعني مراعاه لمشاعرها يا اخي ان مرؤتك انت فين كمان ارضاء الله سبحانه وتعالى فيها ان هي اصبحت مريضه اصبح عندها طفل فهي من حقها ان هي يا اخي تشاركها وجدانيا. نعم. المشاركه الوجدانيه في هذا الموضوع. طب هاخد لك الطرف الثاني يا شيخ احمد. نعم. يعني بعض الرجال يقول لك مثلا الزواج ده اسمه شركه بمعنى ايه شركه زي الشركه يعني انت بتقوم بدور خدمي وانا بقوم بدور خدمي عشان المركب تمشي ماشي. فلما حد بقى ايه يعني عطل الثاني او بتاع فانا مش ملزم ان انا بقى استمر معاه او مين اللي قال ان الزواج شركه لو قلنا ان الزواج شركه حياتي ظلم. لا الزواج ده ميثاق غليظ. نعم. الشركه اللي بيني وبينك عقد ورق احنا بنكتبه مع بعض انا بنكتبه وبنمضي على الورق لكن لما بنيجي نعقد عقد الزواج واخذنا منكم ميثاق غليظه هي بتدهت المساله. ده ميثاق لانه احنا الزواج ده مش شركه لو انت قصرت بقى كل واحد يروح لحاله لا. الزواج ارقى واعلى من مفهوم الشراكه. هم في المفهوم ده بقى المفاهيم الغلط اللي احنا عايزين نصلحها. عايزين يقول لك بند ليك وبند عليك الشريكين شريكي الحياه لا الزواج مش شركه
ارقى من كده. الزواج ده الزواج ارقى. نعم. الزواج ده ميثاق غليظ بين الرجل والمرأة. يا اخي ده الزواج ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الست وعن الرجل، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. يبقى الموضوع ارقى واعلى من مساله شراكه بين اثنين مع بعض، تداخل وامتزاج تام. فخليني ارجع بقى لبعض الحاجات المهمه جدا. زي الاخت ام عماد وهي بتتكلم، قالت انا والله بخبي عليه الاخبار السيئه وما بحبش اقولها له. بس هي يعني بحاول اصلحها، فممكن توصل متاخر فتوصل كبيره او هو يكبرها. لا، ده دور، ده تصرف سيء من الرجل. ما ينبغيش ابدا ان هو بالتاكيد ما ينبغيش يعني ابدا كتر خيرها حاول تحل. بالتاكيد حاول تحل، وما عرفتش تحل المشاكل وصلت لك، فانت ما تكبرش المشكله، حاول تحلها بشكل صحيح وبشكل سليم. نعم. ويجب على الزوجه ان هي تتعامل مع زوجها معامله الاصدقاء. نعم. طب قبل النقطه دي ناخد استاذه حبيبه، اتفضلي استاذه حبيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك ممكن اسال الشيخ احمد سؤال؟ اتفضلي. معاك الشيخ احمد، اتفضلي. حضرتك انا مخطوبه. نعم. بقالي شهرين. نعم. خطيبتي تقدمني زوجة بابا لان هي مامته. ماشي. يعني انا ما كنتش عارفه ان هي زوجة بابا. ماشي. بعد شهر من الخطوبه عرفت ان والدته موجوده وعايشه. بس بابا مطلقها وهي موجوده في بلدهم، طلقها علشان هي مريضه نفسيه. نعم. فحاولت اساله طب انت بتزورها بتروح لها او كده؟ فقال لي ان والده منعه ان هو يشوفها او يروح لها هو واخواته. حاولت كذا مره معاك بنكلمها في التليفون، حاولت اروح لها من ورا باباك، ده بر وكده، ده مش حرام انت تعمل ده من وراه. فهو رافض تماما ان هو اصلا يواجه اهلي اللي مامته عايشه وان هي مريضه ومطلقه والكلام ده كله، ان هو مكسوف يقول ان والدته مريضه نفسيه. فقلت له ما ينفعش انا اكمل معاك وانت مكسوف من والدتك وما بتروح لهاش وما تشوفهاش، انا كده مش هطمن ان انا اكمل معاك. يا تروح لوالدتك وتحاول انت تصل برها تاني والكلام ده كله، يا اما خلاص واحد يروح لحاله. وانا قلت الكلام ده لعمي، انا يتيمه وعمي هو اللي مربيني. فرافضين ان انا اسيبه خالص، انه مقدم لي شقه كبيره جدا ومش مكلفهم اي حاجه في جهازي وشايل كل حاجه. وانا ما عنديش امان ان انا اكمل الزواج معاه، هو كده يعني اللي سايب والدته ومبسوط منها، فهيتعامل مع زوجته ازاي؟ طب استاذه حبيبه، استاذه حبيبه سؤال بس، يعني هل والدته يعني خارج الوعي خالص، مش داريه باللي حواليها مثلا، ما بتعرفش اهلها، ما بتعرفش ابنها، ولا عندها حضرتك بتعرفهم؟ عارفاه. بس هو بيقول ان هي بتبقى قاعده في وسط الناس تقعد تقول كلام مش كويس، تقعد ممكن تضرب حد كده يعني. نعم نعم. سبب مرضها ان هي كانت كويسه جدا لحد ما كان هو عنده 15 سنه، لان هو خطيبي ده كانت كويسه لحد ما كان عنده 15 سنه. بابا كان بيتعامل معاها بعنف شديد وضرب قاسي جدا، ووصلها للحاله اللي هي فيها، وبعد كده طلقها واتجوز واحده ثانيه. حبيبه انت عندك كام سنه؟ انا عندي 22. خطيبك عنده كام سنه؟ 28. طيب حاضر هجاوب. شكرا ليك يا اخت حبيبه، شكرا ليك. طيب هتبتدي بمين الاول؟ يعني انا بصراحه انا يعني احنا ليس من 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 الشرع ان انا اقسو على امي بهذه الصوره بهذه الطريقه. نعم. حتى وان كانت مريضه، لان الله سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفه، يعني خاصه ان هي عارفاه، يعني كنت بقول مش يعني مش مغيبه يعني مثلا، حتى لو هي مش عارفاه. حتى لو هي مش عارفاه. ما كان ينبغي ابدا ان القلب يقسو، يعني الزوج اجرم في حق زوجته، ضربها اهانها لحد ما عمل لها المرض النفسي ده. نعم. وبعدين رماها. وبعدين منع اولادها، ده اجرام، ده ظلم. نعم. ليس من حقي ان انا اتجوز بنت الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لي زوجه وجعلها لي سكن وجعلها لي موده، واتعامل معها بالطريقه دي. اضربها واهنها وبعدين اطلقها وبعدين احرم الام من ابنائها وبعدين امنع الولد انه يزور مامته، ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. موقف حبيبه موقف سليم 100%. وهي حضرتك بتؤيد انها لو بالتاكيد لو الولد ده ظل على هذه الحال اللي ما فيهوش خير لاهله، ما يبقاش في خير لزوجته بالتاكيد. نعم. اذا كان هو عاقل امه. حبيبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه يعني اي عبد طائع فليفعل البار بابيه وامه ما شاء فلن يدخل النار. نعم. وليفعل العاق ما شاء فلن يدخل الجنه. قفلت من ناحيته خالص، خلص، انتهت المساله. ده, ده 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 كلام سيدنا النبي. نعم. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة. انت بتكلمني في ايه؟ انت الاحكام الشرعيه المرتبطه بالاب والام حتى وان كانوا مرضى نفسيين، حتى وان كانوا مجانين. نعم. لما ربنا يقول لي وان جاهداك على ان تشرك، انت عارف الشرك؟
وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أنا هقول لحبيبة تعمل إيه دلوقتي بقى؟ حبيبة تضغط بكل ما أوتيت من قوة إن هي لازم الولد ده يروح يزورها، لازم. تحاول تقوم منه. لازم تصلح منه. وتقول أنا قبلك كده. يعني دلوقتي أنا مش عايزك يا حبيبة تروحي أول ما تيجي أول حاجة تعمليها تشهري سلاح الفشل، لا، أنا عايزك تاخدي صراع بينك وبين إبليس في المسألة دي إن أنت هتحاولي تصلحي بين الولد وبين مامته، هتعرفي هتقدري. لو هو بيحبك هيسمع كلامك. ويعوض وجوده على السنين اللي فاتت. ده 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 ده, ده نعم. موجود. نعم. وخلي دي يعني انا مش عايز الموضوع يتقلب ل 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 وخلاص وكل واحد يروح لحاله. لا 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 بالعكس. انا شايف ان انت ممكن تحسني من صوره الولد بعمامته. وعايزك تاخديها كده صراع بينك وبين الشيطان ان انا هنجح يا ابليس في ان الولد ده يرجع لمامته بسببي انا. وعايزك تقراي في المساله دي كويس جدا 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 ازاي الولد يحبك، لانه واضح ان الولد بيحبها. نعم. واضح ان الولد بيحبها جدا. وشاريها زي ما بتقول جايب الشبكه وجايب كل حاجه هي قالت عبارتين انا فهمت الموضوع. كله. فانا ما اقولكيش فركيش الخطبه دي. لا. انا عايزك فين 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 في نجاحك انت بقى. مو عشان تنجحي في الموضوع ده هو ده الابتلاء اللي انت واقعه فيه دلوقتي بقى. ان انا انجح بالراجل ده ان انا اعلمه تكسب فيه الشعب زي ما بيقولوا. يا حبيبه بصي المساله مش لا كلامي ولا كلامك ولا كلام سين ولا كلام صاد. المساله خدي بس بالراحه كده اعملي عنده ارضيه ايمان صالحه ان يحتكم للشرع يحتكم للحلال والحرام. للي يرضي ربنا واللي يغضب ربنا. واللي ممكن الوالد اخطا فيه الولد ممكن يصلحه في الايام اللي جايه. يعني حياتك تنصح انها تستغل حبها ليه واقبالها عليه وترجعه الام وتحاول تسترضي الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى هيعينها على كده. نعم. شيخ احمد الحقيقه برضه في ردود ما زالت معلقه. المره الجايه هنشن الهجوم باذن الله. هناخد حلقه باذن الله المره الجايه عن المراه الانانيه اللي عندها نوع من البخل في عواطفها وبخل في حاجات كثيره جدا تجاه جوزها وتجاه اولادها. بس كل معلش ده اخر حلقه يا استاذ اسمع سر السيدات. اقول لك بس على حاجه يعني كل المداخلات اللي دخلت بت 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 بتقول بتصرخ ان في مشاكل عند الراجل. نعم. انا بس مشاكل كثيره طول عمري انا بس عشان يبقى انا بقول على الهوا يعني انا طول عمري انا متبني قضيه الدفاع عن المراه لان انا شايف ان في اجرام في ظلم في حق المراه فانت كده بتعمل فيه ايه طيب. فانت كده بتوقعني في بحر مش عارف عايز اقول لك احمد برضو يعني شوف الست عشان هي يا ام لهذا الشاب اللي هو خطيب حبيبه يعني زي ما حضرتك قلت رغم القوه والملفات اللي في ايديها انما لما ضغط عليها حياتها ضاعت ونفسيتها تعبت وخرجت بره نطاق العقل يعني رقه وفي نفس الوقت في كل شيء ده من واقع الحياه ده من واقع يعني شوف الاجرام بتاع الراجل وصل لحد فين وصل للست فده يخدم فكري انا بقى دلوقتي ان احنا مش عايزين نمسك صاحبنا شويه نمسك صاحبنا شويه نراجع الاعداد ان شاء الله ربما نبتدي الراجل يرجع تاني للمرأة لا احنا ما زلنا بنتكلم عن ازاي نوصل للسعاده من خلال ازاي الحب ازاي الحب يبقى موجود وعالي جدا بين الزوج وزوجه نعم شيخ احمد انا شاكر لحضرتك هذا شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام باسمكم بتوجه بالشكر للشيخ احمد صبري إمام وخطيب مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر. إن شاء الله الفقرة القادمة مشاهدينا الكرام الفقرة جاية على طول مع الدكتور أكمل مع تفسير الأحلام وبعدها إن شاء الله الفقرة الطبية بإذن الله. انتظرونا ما حدش يروح في أي حد. صباح حواء معانا الدنيا فرحانة بلا عبادات صباح حواء مشاكلك كلها تتحل ماضي وفات رجعي هول الامل قولي له هات